اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. انا بتاسف طبعا على طول الانترو، لكن كان مواضيع مهمه جدا او موضوعات هامه جدا لازم نتكلم فيها مع حضراتكم. خلوني ارحب في هذه الفقره بالدكتور احمد ثابت، نتكلم عن اهم نقاط القوه والضعف والارقام والاحصاءات بالنسبه لنادي انبي. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. خلينا نبدا في اول حاجه، نادي انبي استقبلت شباكه 13 هدف خلال 16 مباراة مع كابتن علي ماهر. نعرف توقيتات احراز هذه الاهداف او استقبال هذه الاهداف. طبعا يمكن اول حاجه توقيت استقبال، هم يمكن لعبوا مع كابتن علي ماهر 16 مباراة. ال 16 مباراة ديت خرجوا بشباكهم نظيفه من 16 مباراة 8 مباريات، نسبه كويسه جدا. يعني دليل ان فريق انبي على المستوى على المستوى الدفاعي فرقه كويسه. يعني اما تخرج 8 مباريات من ال 16 شباك نظيفه، اذا الفريق ده منظم دفاعيا وكابتن علي ماهر ليه بصمه. شباك نظيفه يعني ممكن يكون تعادل سلبي يعني ما بيجيش فيهم اهداف في 8 ماتشات من 16 مباراه. يمكن توقيت الاحراز بقى في ال 13 هدف في خلال 16 مباراه، هنلاقي ان هم يمكن استقبلوا في اول ربع ساعه 0 من الاهداف، ثاني ربع ساعه هدفين، ثالث ربع ساعه 3 اهداف، بعد كده الشوط الثاني بدايه الشوط الثاني بقى 3 اهداف اول ربع ساعه، بعد كده الثاني ربع ساعه 4 اهداف، بعد كده اخر ربع ساعه هدف. اذا الشوط الثاني بيستقبلوا اهداف اكتر، 8 اهداف اكتر من الشوط الاول. يمكن نيجي بقى لتشكيلهم، تشكيل الانبي المتوقع. او طريقه لعب كابتن علي ماهر دايما اللي بصمته الواضحه بقى مع نادي انبي. يعني يمكن هو بيلعب 4-2-3-1. كابتن علي ماهر زي ما قلنا لعب 16 مباراه، كسب 5، اتعادل في 7، وخسر في 4. ده يمكن تشكيلهم المتوقع بكره. الحارس المرمى عبد العزيز البلعوطي، ده يمكن لعب اخر 7 مباريات كان الحارس عمرو حسام هو الاساسي، ولكن حصل فيه بعض الانتقادات عليه في المستوى في مباراه الاهلي، في الزمالك، في المصري، في دجله، فبدا يستعين بعبد العزيز البلعوطي لان عمرو حسام كان ضعيف في حته التمركز في الكرات العرضيه والضربات الركنيه، فبدا ان هو يعتمد على عبد العزيز البلعوطي. الاثنين المساكين ناحيه اليمين ابراهيم يحيى، ناحيه الشمال رامي صبري. الباك الشمال احمد عبد العزيز، باك شمال مميز. الباك اليمين برضو ايضا باك مميز علي فوزي. الاثنين الارتكاز محمود غالي ومحمد اشرف رؤى. محمود غالي اللي كان بيلعب في طنطا، محمد اشرف رؤى لاعب نادي الزمالك معار لانبي. قدامهم احمد شكري صانع الالعاب. نيجي بقى للثلاثي الامامي الخطير، السرعات لكومبي، وده هنتكلم عليه لوحده، لعيب الكونغولي رقم 10، لعيب مهاري قوي. ناحيه الشمال بيلعب احمد رفعت، وممكن بديله محمد بسيوني. يعني ممكن في المباراه دي يبدا بمحمد بسيوني ويخلي احمد رفعت كدكه. ليه؟ لان محمد بسيوني على المستوى الدفاعي اعلى شويه من احمد رفعت. راس الحربه بتاعهم محمود قعود، وده جايب هداف الفريق 9 اهداف. يمكن لو اتكلمنا كده مين هداف الفرقه، هو قعود بخمس اهداف اللي هو المهاجم. مين الاكثر اسيست، اكثر واحد صنع اهداف؟ محمد بسيوني اللي هو الجناح الشمال. نعم. عامل 6 اسيست. ده يمكن التشكيل اللي ممكن بكره كابتن علي ماهر برضو قدام لما بيجي لاعب النادي الاهلي في مباراه، مثلا لما كان ماسك نادي الاسيوط السنه اللي فاتت وخرج في كسب تغلب على النادي الاهلي في كاس مصر، تحس ان كابتن علي ماهر قدام مباراه الاهلي بيعمل مباراه كبيره. يعني بكره المواجهه الخامسه، الاربع مواجهات اللي قبل كده 2 خلصوا 1-0 للنادي الاهلي، والدور الاول خلص 2-1 وهو تغلب على النادي الاهلي في كاس مصر 1-0، فكل المباريات بتبقى بفارق هدف، تبقى مباراه صعبه، مباراه معقربه. اذا المباراه بكره واحده برضو ايضا من المباريات الصعبه على النادي الاهلي بكل التاكيد. يعني نيجي لنقاط قوتهم. تمام. ودي اهم حاجه بقى ايه نخلي بالنا منها، يعني ازاي هم سجلوا 16 هدف في 16 مباراه، بمعدل ايه هدف في كل مباراه. نعم طبعا نسبه مش كبيره، يعني هدف في كل مباراه نسبه مش كبيره. يعني طبعا النسبه الكبيره زي النادي الاهلي مثلا 1.7 1.8، نادي بيراميدز 2 نسبه اقوى شويه. يمكن هم عندهم ال 16 هدف منهم 4 عرضية من الجبهة اليمنى، يعني ربع علي فوزي، علي فوزي ولوكومبي الجبهة دي. لكن لو عرضناها هنا على الشاشة هنلاقي ان يمكن لو بصينا على الأطراف مهمة قوي الحتة ديت. يمكن رقم 10 لوكومبي مميز قوي ان هو بيطلع دايما على الجنب ده، يعني ورا علي معلول بالشكل ده، ورا علي معلول يوم طالع على الطرف ويعمل العرضية بنفس الشكل ده بالظبط. يعمل العرضيه ده لوكومبي. لكن الطرف الشمال مميز ان هو بيخترق للعمق، هو رفعت اللي هو رفعت او بسيوني دايما بيعملوا العمق ويرمي التمريره الطوليه لراس الحربه اللي هو قعود. فدي اغلب يعني ده سيستم كابتن علي ماهر معاهم. لوكومبي سرعات لوكومبي من ورا علي مع بكره مهم جدا، ان طبعا حمدي فتحي يكون بيرحل بشكل مميز على علي معلول، لان يعني سرعات لوكومبي لعيب سريع قوي ودايما هو بيطول الكره ويجري ورا، عنده الميزه دي. يعني هو مش مهاري ولكن هو بيعتمد على السرعه، اللي هو بيطول الكره لقدام، يطول الكره لقدام ويجري وراها حته الايه السرعه.
فلازم علي ماري علي معلول يخلي باله من النقطه دي جدا. وطبعا رمضان صبح لما يلعب قدامه لازم يكون في الدور الدفاع مهم جدا لانه سرعات لكومبي مهمه جدا. عندك الناحيه الثانيه زي ما قلنا محمد بسيوني او احمد رفعت بينطلقوا للعمق وبيرموا التمرير الطولي للمهاجم. عشان كده لو بصينا ازاي هم سجلوا اهداف هنلاقي اربع اهداف عرضيه من الجبهه اليمنى سواء لكومبي او علي فوزي، الاثنين مميزين قوي. اذا الجبهه دي مهمه قوي ان انت تمسكها او تخلي بالك منها، تقفل عليها بشكل تقفل عليها او تضغط عليها من قدام. وانت ما شاء الله عندك في الجبهه دي علي معلول وعندك رمضان صبحي، الاثنين اداوا حدود ان انت سواء على المستوى الدفاعي او الهجومي تضغط عليهم بشكل مميز جدا. تاني حاجه التمرير الطولي اللي في العمق، ثلاث اهداف ده اللي احنا اتكلمنا فيه، محمد بسيوني بيخش للعمق وبيدي التمرير الطولي، ده ثلاث اهداف من 16 هدف، نسبه كبيره برضو. بعد كده في عرضيتين من الجبهه اليسرى. تاني حاجه برضو في سلاح مهم، الضربات الركنيه في الماتشات الاخيره، رامي صبري. رامي صبري جاب هدفين في مباراه بتروجيت من ضربات ركنيه بتتلعب، سواء ادي لو اللي بيلعب مثلا احمد شكري برجله الشمال دايما بتبقى في الجبهه دي، احمد شكري او احمد رفعت الاثنين الاسيست بتاعهم بتتلعب لرامي صبري. رامي صبري بيبقى دايما واقف عند قوس منطقه الجزاء، ده تكتيك الضربات الركنيه عندهم. اذا لازم يكون في مان على رامي صبري بكره في الضربات الركنيه. طبعا وليد ازارو دايما عندنا بيلعب على القائم القريب، فهل لاسارتي هيحدد له مان معين؟ اكيد لازم يكون في مان معين، حمدي فتحي، عمرو السوليه، حد يكون من العناصر اللي هي بتمتاز بالالتحامات مع رامي صبري في الضربات الركنيه. دي برده نقطه مهمه جدا. جابوا هدفين برده من ضربات جزاء، هدف تمرير طولي ورا الباك الشمال للمنافس، هدف تسديده وهدف من ضربه ثابته. يمكن لو عرضنا الاهداف هنلاقي بقى الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه. الصوره اللي بعد دي هنلاقي هدف لمبي من عرضيه من الجبهه اليمنى اللي هو لكومبي، معظمها كلها من اهو دي ده لكومبي عدى وفات وعمل العرضيه. فاذا لكومبي زي ما قلنا ان هو بيطول الكره دايما لقدام، علي معلول ممكن يتوقع الحته دي. الصوره اللي بعدها هنلاقي برضو اللي بعدها دي هنلاقي برضو لكومبي، ادي برضو لكومبي عدى ده في ماتش الزمالك، عدى من عبد الله جمعه وعمل العرضيه لمحمد بسيوني. اذا سرعات لكومبي في الجبهه اليمنى، واحد ده لعيب كونغولي عامل 3 اسيست الموسم ده جاي من فيتا كلوب، لعيب مكسب بصراحه الانبي، لعيب عنده حته السؤالي برده، ده هدفهم في النادي المصري برده، عدى من الجبهه الشمال من عمر كمال عبد الواحد وعمل العرضيه. اذا في كل المباريات الكبيره، ماتش الزمالك، ماتش المصري، لكومبي له دور مهم قوي. ده ماتش بيراميدز، علي فوزي هو اللي عامل العرضيه، الباك اليمين عمل عرضيه مميزه قوي. اذا الجبهه اليمنى مهمه جدا. دي بقى الحاجه الثانيه اللي احنا قلنا ايه، قلنا الجناح الشمال بيخترق للعمق ويعمل تمرير طولي، ادي محمد بسيوني بيدخل للعمق ويعمل التمرير الطولي لمين؟ للمهاجم. ده كان عوده مارشال قبل رحيله او قبل انتقاله لنادي الاسماعيلي. فاذا التكتيك زي ما قلنا، رقم واحد العرضيات من الجبهه اليمين من لكومبي، رقم اثنين التمرير الطولي، رقم ثلاثه الضربات الركنيه. قلنا رامي صبري لما بتتلعب بيبقى على قوس منطقه الجزاء، وقلنا سؤال لاسارتي بكره، هل مين اللي هيبقى المان على رامي صبري؟ لازم يكون في تكتيك في الضربات الركنيه ان انت هتامن، هل هتلعب زون ولا هتلعب مان؟ وانا رايي ان انت لازم تلعب مان تحديدا على رامي صبري ده، لان ده في الكرات الثابته ده بيخلص ماتشات بضربات الراس. فدي الاهداف يمكن اللي جابوها من ضربات ركنيه. اذا ملخص نقاط قوتهم ثلاث حاجات، قلنا الجبهه اليمنى سرعات لكومبي وعلي فوزي، ده رقم واحد. رقم اثنين قلنا الجناح الثاني دايما احمد فتحي لما يلعب عليه هيبقى محمد بسيوني او احمد رفعت، دايما بيخترق للعمق، واللي هيبقى قدامه مثلا لو بدا بجرالدو هيبقى برده دور دفاع مهم ان انت الراجل ده بيخش للعمق. النقطه الثالثه الضربات الركنيه، راسيات رامي صبري لازم يتلعب مان عليه بكره في الضربات الركنيه. يمكن دول ابرز ثلاث نقاط قوه عنده. طيب انبي بقى احرز 16 هدف في 16 مباراه، توقيتات احراز الاهداف طبعا توقيتات هم 16 هدف، هنلاقي ان هم يعني متوزعين بالتساوي. عندهم البدايات جايبين في اول نص ساعه 6 اهداف، اول ربع ساعه 3 اهداف، ثاني ربع ساعه 3 اهداف، ثالث ربع ساعه هدفين، الربع ساعه اللي في الشوط الاول هدفين برضو، بعد كده هدفين، بعد كده 4. اذا يعني توقيت الاكثر احراز انبي اهداف فيه بدايه المباراه ونهايه المباراه. بدايه المباراه اول نص ساعه جايبين 6 اهداف، ونهايه المباراه جايبين 4 اهداف. اذا ده تركيز ان هو دايما هم بياخدوا تعليمات من كابتن علي ماهر، فبينزلوا مركزين في بدايه المباراه، وفي نهايه الشوط ان الراجل بيغير كويس وهم بدنيا برضو كويسين، فايه فجايبين 4 اهداف. على فكره نادي انبي في اخر 5 مباريات كاسب 4، فاز في 4 ومتعادل في 1، فده نوعا ما اللي امنه شويه في حته المنافسه على الهبوط. هم كانوا بينافسوا بقوه وكانوا مرشحين للهبوط الموسم ده، يمكن اخر 5 مباريات فازوا 4 وتعادلوا 1، ده اللي ساعدهم شويه. فكل تاكيد بكل تاكيد مباراه بكره مباراه صعبه، ولازم زي ما اتكلمنا على نقاط القوه ان حذاري من النقاط دي. نخش بقى على ايه؟ على نقاط الضعف. تمام.
انبي استقبل 13 هدف في 16 مباراه. تمام. طبعا نقاط ضعفهم يمكن هم استقبلوا 13 هدف، احنا قلنا برضو ان هم مميزين على المستوى الدفاعي، يعني هنتكلم في نقاط ضعف احنا علينا ان احنا نستغلها، ولكن هم مميزين يعني بدليل ان هم حافظوا على نظافه شباكهم 8 ماتشات من 16. هنتكلم في ال 13 هدف، ال 13 هدف دخلوا شباكهم ازاي؟ هنلاقي ان هم عندهم مشكله واضحه في الجبهه الشمال اللي هي الباك الشمال احمد عبد العزيز، احمد عبد العزيز الجبهه في تحديدا دي، لما بيلعب قدامه كمان احمد رفعت ما عندوش حته الدور الدفاعي قوي، ما بيساندوش، وبالتالي داخل فيهم 5 اهداف كره عرضيه من الجبهه اليسرى داخل منطقه الجزاء، 5 من 13. اذا انت بكره عندك مين اللي هيلعب ناحيه الباك الشمال؟ هيبقى جرالدو مثلا، جرالدو او حسين الشحات، فهيبقى عليه دور مهم جدا، ان انت جرالدو وحسين الشحات دورهم مهم جدا خاصه في التمركز في الكرات العرضيه. هنبص برده نلاقي كره عرضيه من الجبهه اليمنى هدف، اذا داخل فيهم نادي انبي 6 اهداف من 13 من كرات عرضيه، وبكره النادي الاهلي ان شاء الله لا سر الفوز بكره باذن الله هيبقى الكرات العرضيه. ليه؟ كابتن علي ماهر دايما لما بيجي يلعب النادي الاهلي، يعني احنا قلنا ان هو متوقع ان هو يلعب ب 4-2-3-1، ممكن يعني ممكن برضو ان هو يبدا بثلاثة ارتكاز، ممكن يدخل توبه، ممكن يخاف، وده يعني احتمال كبير ان هو يخاف من النادي الاهلي ويلعب بثلاثة ارتكاز زي اغلب الماتشات اللي فاتت. احنا شفنا سموحه وشفنا المصري، شفنا الفرق كلها والنجوم، ده في فرق كانت بتلعب بليبرو، كل الفرق بقت بتخاف طبعا من النادي الاهلي في عامه، يعني في تحديدا في المباراه الاخيره، فيعتمد على سرعات لكومبي واحمد رفعت قدامه ثلاثة ارتكاز. فكابتن يعني علي ماهر دايما تحديدا بيراقب صانع الالعاب بشكل مميز، كان دايما لما كان عبد الله السعيد موجود كان بيلعب عليه مان، بكره اعتقد ان هو هيلعب مان برده على صالح جمعه، ممكن يبدا بتوبه مثلا ويلعب مان عليه، فانت هيبقى قافل لك عمق الملعب، وبالتالي انت محتاج تشغل الاطراف بكره زي ما عملنا في ماتش سموحه. ماتش سموحه احنا كان كنا الشوط الاول بصراحه ما كانش حلو قوي، الشوط الثاني لما اخترنا لاسارتي لاجل المباراه كان بسبب ايه؟ بسبب تغييراته، الراجل راح مرجع حول طريقه اللعب ل 4-1-3-2 ولعب وشغل الاطراف بشكل مميز جدا. ده اللي احنا عايزينه بكره، ان انت لازم تشغل الاطراف، احمد فتحي وعلي معلول يشتغلوا بشكل كويس جدا، لازم تشغل الاطراف، تعمل زياده عديه داخل منطقه الجزاء، ومروان محسن هيبقى ليه دور مهم، سواء حتى لو ما بداش وبدا الراجل بازاره، مروان الشوط الثاني لما ينزل، وخاصه زي ما قلنا ان ابرز نقطه ضعف عندهم هي التمركز في الكرات العرضيه، لما مروان ينزل الشوط الثاني واحد من احسن اللعيبه في مصر اللي بتقطع على القائم القريب، مروان محسن مميز في جوه منطقه الجزاء. اذا نقطه مهمه قوي ان انت بكره لازم تبدا بدري، يعني مش عايزين بقى زي المباراه اللي فاتت ان احنا نستنى للشوط الثاني، عايزين بكره نبدا على طول كرات عرضيه من بدري، تمدد عمق الملعب، تشغل احمد فتحي وتشغل علي معلول من بدري عشان ايه؟ نكسب او يعني تجيب جون بدري وتامن المباراه، مش عايزين بقى نستنى برضو لاخر المباراه. تمام. اذا من المتوقع بكره ان احنا نضغط على الجبهه اليسرى لفريق نادي انبي، نستعمل الكرات العرضيه بشكل مكثف، يكون هناك تمركز جيد من المهاجمين في منطقه الجزاء من الكرات العرضيه طبعا عشان نقدر نكسب مباراه غدا، ونستغل الدكه. طب بكره عندك لو وليد سليمان عنصر خبره مهم قوي، عندك مروان محسن، وليد سليمان راح منتخب في الكاس الامم، مروان محسن راح منتخب، محمد هاني، انت عندك 3 على الدكه دوليين هيلعبوا منتخب مصر، اذا الدكه تقيله لازم تستغلها، حسين الشحات لو ما بداش وبدا بجرالدو او جرالدو مثلا قعد وحب الراجل فضله كورقه رابحه في المباراه الاخيره يستمر على كده، وممكن لا ممكن يقول لك انا ابدا جرالدو حالته حلوه في المباراه الاخيره ماشيه ازاي خلال فالحاجات دي هتبقى يعني انت عندك اوراق برده في الدكه، دي حاجه مهمه جدا. اتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي، بشكرك جدا دكتور احمد، وان شاء الله نلتقي غدا و نتكلم بقى شويه عن النادي الاهلي باذن الله. شكرا شكرا جزيلا لك، شكرا وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله يا رب. ان شاء الله هنطلع فاصل او تقرير، هنتفرج على اهم استعدادات النادي الاهلي لمباراه غدا امام نادي انبي، نرجع نستقبل ضيوفنا الكبار، النجم الكبير الكابتن ماهر همام، النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، النجم الكبير الكابتن